الهروب من حصة الرياضة فكرة رائعة، أتفق معك تماماً. أشعر دائماً بجوع شديد في هذا الوقت. المدرب، لقد أخفتنا. الأكل ممنوع يا صوفيا. من لديه حلويات أيضاً؟ لا تقلقي يا فتاة، سأريك كيفية تهريب الأكل إلى أي مكان. انظري، هذا ما يجب أن نتعلمه في المدرسة. صوفيا، أحضرت حلوانا المفضلة. من حسن حظي أني جارتك في الصف. يجب أن أخرج أغراضي. آمل ألا تكون الحصة مملة. أحتاج لبعض السكر للتركيز. شكراً يا فتاة. فتح الغلاف صعب. هيا، كما لو أن عليها قفل. وبعد أن تفككت القارة، ماذا؟ طلبة في قمة الاستهتار. يا إلهي، تصرفي بعفوية، تظاهري بالإصغاء. ما الذي يحدث هنا؟ حلوة، ها؟ لا يمكنها مصادرتها. أقسم أن قلبي توقف. أين كنت؟ الكبار ظالمون. يبدو مرطب الشفاه هذا مثل حلواي، نفس الحجم. دعيني أرى. أولاً سأفتح مرطب الشفاه، ثم سأستخدم ملعقتان لإخراج المرطب. حالما تصبح العلبة فارغة، سأضع الحلوى مكان المرطب. مخفية تماماً، أترين؟ لماذا لم تخطر لي هذه الفكرة مسبقاً؟ واو، فكرة عبقرية. طعمها طيب، أنقذت يومي يا صديقتي. كما كنت أقول، وقت الفسحة. يا لها من منافقة. هذه الحصة طويلة. وأخيراً سنرتاح. كل هذه الدراسة جعلتني أشتهي تناول شيء واحد. كما خمنت، علكتي العزيزة. رائحتها زكية. بهدوء شديد، بحذر. كدت أنتهي. بقي القليل. لا، ها؟ علكة؟ أريد واحدة. ما خشيت؟ خذي. هل أنت سعيدة؟ لم يبق لي أي شيء. كان علي إحضار المزيد، لكن خطرت لي فكرة ذكية. أزل الطرف العلوي من قلم التحديد وأخرج الحبر، ثم ضع علكتك المفضلة. ألست ذكية؟ لن يشكون بأي شيء. أترى؟ بكل خفة. ليس لدي أي شيء. الحصة ممتعة اليوم، صحيح؟ أعرف كيف أجعل الحصة أكثر متعة. يا بنت، أتريدين حلوى؟ لن يلاحظ الأستاذ حتى. من المؤكد أنه يتكلم كثيراً. ماذا؟ هل هو قادم؟ تصرفي بعفوية. أهلاً يا أستاذ، أرجوك إلا حلواي. هذا الظلم. لا تقلقي صوفيا. لا أريد المجازفة. صوفيا، أنا جادة، لا أريد الوقوع في مشكلة. سأكلها أنا إذن. يجب أن أركز. لحظة، لماذا لم أفكر بها مسبقاً؟ خطرت لي أفضل فكرة.
احضر مقلمة كهذا، ثم حدد أطراف قاعها. حان وقت قص هذا الشكل. ضع بعض الغراء الساخن في منتصف الدائرة. من الأفضل رسم خط متعرج، ثم ألصق أقلامك بهذا الشكل. ممتاز! أحضر المقلمة الآن. حانما تضع حلوياتك بداخلها، غطها بتمويه الأقلام. هكذا! هل تريدين أكل أول حبة؟ الأزرق لونها المفضل. غطيها قبل أن يرانا المعلم. يا لنا من مكرتين! حان وقت الجولة الثانية. حسناً، ضرب 2، 14. أحتاج لبعض السكر. نعم، سأكتب 14. أو ربما 15. هذه المعادلة صعبة. ربما أحتاج للمزيد من السكر. فكري يا صوفيا، فكري. ماذا؟ هل أنا معزة؟ لابد أن هناك طريقة أفضل لأكلها. في الواقع، أجل، دماغي يعمل الآن. أحضر حلواً كهذا واثقبها بالمخرمة. هكذا. بعد أن حصلت على فتحة فيها، مرر خيط صوف عبرها واربط. فاصل كتاب من الحلوى. سيشجعني هذا الفاصل على القراءة. أنا متحمسة لليوم. أهلاً بفاصل كتبي الحلوى. من أين اشتريته؟ لم أستطع الانتظار ثانية أخرى. أجل، نحن مركزتان تماماً. لقد خدعته. يجب أن أبدأ ببيع هذه الأشياء. مجرد فكرة. هل فتحت هذه الحيل شهيتك؟ من حسن حظك أنك تعرف الآن كيفية تهريب التسالي المفضلة لديك إلى أي مكان. شارك هذا الفيديو مع أصحابك حتى يستفيدوا من هذه الحيل الماكرة. هل شاهدت هذين المقطعين؟ وتأكد من الاشتراك في قناتنا على اليوتيوب حتى لا يفوتك كل جديد.